السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناتي وصفات ام ادم ويوسف. اليوم جيت نحضر معكم غريبه البهله. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، عندي هنا ثلاثه الخمارات حمر ديال 8 غرام في الوحده، عندي هنا كاس ديال الزنجله محمر ومطحون مهرمش، وكاس ديال الكاوكاو محمر ومهرمش حتى هو مطحونش بزاف. ايوا راه غير كاس، ومني كيتطحن تبارك الله كيزيد. راني دايره غير كاس، ملي طحنته ما هزليش، ما جانيش في الكاس، داكشي علاش درتو بزاف في السلافه. عندي هنايا كاس ديال السكر ثاني دريته هو هرمشتو شي شويه، عندي هنا معلقه النافع ونص معلقه ديال الملح، معلقه القرفه، عندي هنا 200 غرام الزبده ذوبتها. انا درت هاد الطاسه هادي 200 غرام فيها كامله، وعندي جوج كيسان ديال الزيت هكذا باش التصوير. ها عندي جوج كيسان ديال الزيت، غادي نبدا ان شاء الله بسم الله. ندير الدقيق هو الاول، غادي هاد الكاوكاو ديالي اللي مهرمش، الزنجلان، ندير هاد القريصه الملح، انا عندي النافع هنايا كان عندي مطحون درتو، واللي عنده اللي ما عندوش مطحون وبغى يروح حبوب يديرو ماشي مشكل. انا كان عندي قرفه، غادي نبسبس هادشي كامل، غنخلط ندخل مع هادشي. غادي نكب الزبدة ديالي كاملة، نكب الزيت، كاس ديال الزيت، الزيت على حسب حتى تجمع لي العجينة، شوية قاصحة تبقى وصافي ماشي. غندلكها مزيان ها العجينة ديالي، دابا بارك عليها من الزيت، دخلوا لي جوج كيسان الزيت فيها، وديك 200 غرام ديال الزبدة، غادي ندخل فيها هاد الشي ونرجع معاكم. بعد ما دخلت فيها داك الزيت ديالي، هاهي ملي كنبقى ندير لها هكا حيت كتبقى قاصحة باش كت سير النجاح ديالها، هو هاد القصوحية ديال اللي كتبقى هكا قاصحة كان تولي على هاد الشكل كتحربل. غادي نجيب هاد الحكاكة ديالي وندوز فيها العجينة ديالي كاملة هكا، هاد الجهة الغليظة ندوز هاد الشي كامل، نكملها
هي من بعد ما ساليتها بالحكان كامل حكيتها هي هادي هكا، ما كتحتاج لهاد الليك لا والو، غير كنخلطوها ونحكوها فهاد الحكاكه كترجع بحال اللي مدلوكه مزيان. انا عندي هاد اللاطه هادي خاصه بهاد البهل البهله، اللي عنده اللاطه عاديه يدير اللاطه عاديه ماشي مشكل. غادي نبدا الفريبه ديالي ان شاء الله. بسم الله هكا بحركة الجمع، وعاد كنجيبوها للراحه ديالنا هكا ونبركو عليها شويه هكا طبعا. دابا راه الفران ديالي شاعل كيسخن، غادي منين ندخلو اللاطه ديالي عاد غادي نقصلو شويه حتى يكون سخن سخن مزيان، وغندخل اللاطه ديالي قبلت نشعل عليها من هنا على وجهها من الفوق هي الاولى، وعاد نهبطها تتحمر لي من وجهها هي الاولى، عاد نشعل عليها من التحت. الا كان الفران الغاز راه غتخشيوها من التحت تدخلوها الفران في قبل العافيه، وعاد ترجعوا طلعوا من تاخذ داك اللوين ديالها عاد طلعوها للفوق. هاهي نعمر الصفيحة ديالي، أنا دخلتها للفران دابا راني شاعلة عليها غير من الفوق على وجهها هي اللول، عاد نهبطها لتحت حتى تاخد لي اللوين ديالي، غنستمر معاكم حتى نكمل إن شاء الله. دابا ملي دخلتها للفران غادي نقصلها شوية، غنقصل الفران راه سخون دخلتها ليه سخون، غادي نقصلو ونخليها طيب على خطر. هاهو الطبسيط ديالي بعد ما اللاطة ديالي بدا مخرجتها من الفران، هي هادي هي كتجي. هذا هو الشكل ديال الغريبة ديالي كيجا، وهذا كتجي الصراحة رائعة، كتنجح معاك من أول مرة، تبعي غير الطريقة هادي كتجي زوينة بزاف، وفتي هي كتفتت ما كتبغيش تهزيها بشوية باش ما تفرتتش هاي بزاف. ايوا شكرا اللي كنتمنى لي على يدخل القناه ديالي يشترك وبارطاجي مع الاصدقاء، وشكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى الكومنتات ديالكم الزوينين، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.